مشاهدينا المحترمين السلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد. اليوم تاتيكم على الهواء مباشره من قناه البلاد. في هذه الحلقه نواصل الحديث حول الحراك الدبلوماسي الذي يعني تقوم به الجزائر في الاونه الاخيره، خصوصا على اساس القضيه الليبيه، حيث التقى اليوم وزير الخارجيه صبري بوقادوم مع الجنرال المتقاعد خليفه حفتر في بنغازي بشرق ليبيا، وقد تم تباحث الازمه الليبيه وما يمكن ان تقوم به الجزائر لحلحله هذه الازمه، خصوصا في اطار الجهود التي تقوم بها الجزائر. طبعا ونقلت وسائل الاعلام الليبيه المحليه بيانا للحكومه الليبيه، طبعا حكومه بنغازي المؤقته، ان الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين والوضع الراهن. كما دعا بوقادوم خليفة حفتر إلى زيارة الجزائر. طبعا تأتي هذه الدعوة عقب حراك دبلوماسي جزائري كبير، خصوصا بعد العديد من الزيارات التي قامت بها وفود أجنبية هنا في الجزائر، بينهم رؤساء دول، وزراء خارجية، وحتى مسؤولين آخرين لسبيل حل الأزمة الليبية. طبعا سنحاول أن نبحث في هذه الخطوات ودور الجزائر وماذا يمكن أن تعنيه هذه الخطوات، خصوصا أن الجزائر تقريبا هي الطرف الذي التقى ويتعامل مع كلا طرفي الأزمة في ليبيا. ماذا يعني هذه المرة زيارة إلى الخليفة حفتر، خصوصا بعد أن زار رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الجزائر قبل مدة وأدلى بتصريحات ترحب بالدور الجزائري. طبعا في غضون ذلك تصريحات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى قبوله اعتماد سفير الجزائر في موسكو، حي فيه ما وصفه بالدور المتوازن للجزائر لحل مختلف القضايا، ودعا الرئيس بوتين دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارة موسكو في الأيام المقبلة. طبعا اليوم الجزائر والأزمة الليبية والحراك المستمر موضوعنا اليوم الذي أسعد بأن أناقشه رفقة الأستاذ رضا شنوف، وهو رئيس القسم الدولي بجريدة الخبر. أستاذ رضا أهلا بك. أهلا ومرحبا. مرحبا مرحبا. فيه تصريحات لوزير الخارجية بوقادوم مع رئيس مع وزير خارجية الحكومة المؤقتة، أم بعد قليل سوف نستعرضها؟ نعم لنشاهد هذه التصريحات. أصحاب المشايخ ورؤساء القبائل، أتيتكم اليوم لشرق بلدنا الثاني ليبيا. نتكلم عن لا شرق ولا غرب، ليبيا واحدة. أنا تواجدي اليوم في هذه المنطقة في بنغازي التي لم أعرفها في السابق يأتي عند الرغبة والإرادة وكذلك تعليمات سيد رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون الذي يبلغ لكم جميعا لكل الشعب الليبي السلام وتمنياته القلبية، إن شاء الله للسلام، رجوع السلام في أقرب وقت على جميع تراب ليبيا الشقيقة. كما تعرفون ليبيا والجزائر لا فرق بيننا، استقرار وسلام ليبيا هو استقرار وسلام الجزائر. نتمنى استقرار والأمن في بلدنا ليبيا. نتمنى أن نستمع إليكم، نأتوكم اليوم يعني بواسع الصدر، القلب مفتوح لكم جميعا، لكل الليبيين والليبيين فقط، الليبيين فقط. ستجدون عند الجزائريين وعند الجزائر، كل الجزائريين هم نفس القبائل، نفس العواشر، نفس الفكرة، والمستقبل واحد بيننا الكل. عندما أراكم اليوم أرى يعني أسألت عند قبل دخولي قلت هذا لباس جزائري، وقال لي لا أنا في الشرق الليبي، يعني ما كانش فرق ما بيننا. وأنا مستعد للاستماع لكم لجميع الليبيين، لا نفرق فيه، شعب ليبي واحد موحد، هذا ما نتمنى. ونحن من جهتنا نرحب بدور جزائري، الدور الجزائري مرحب به. الجزائر دولة مهمة، دولة محورية، دولة جوار. ما يسوء العلاقات أو ما يضر ليبيا يضر الجزائر، وما يضر الجزائر إذن من مصلحة البلدين هو إعادة الأمن والاستقرار، وإن شاء الله وهذا اللقاء إن شاء الله تكون مجموعة لقاءات أخرى. طبعا هذه تصريحات وزيري خارجية، طبعا وزير خارجية الجزائري صبري بوقادوم ووزير خارجية في الحكومة الليبية المؤقتة التي مقرها في بنغازي.
طبعا هناك إشادة كبيرة ودعوة كبيرة للحوار وحنا تصريحات بوقادوم أنه لا فرق بين ليبيا والجزائر واستقرار ليبيا واستقرار الجزائر، وأنه تقريبا كثير من الأمور المشتركة بين البلدين، وقال نأتيكم بقلب مفتوح لكم لجميع الليبيين والليبيين فقط. أستاذ رضا شنوف، هذه تصريحات كم تحمل من الدبلوماسية وكم تحمل من الواقعية؟ هي اولا انه زياره وزير الخارجيه بوقادوم الى ليبيا وبالضبط الى بنغازي يعتبر مرحله متقدمه في مسار انضاج المسعى الجزائري لاحتضان الحوار الليبي في 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 الجزائر. انه استقبال الوزير الخارجيه من طرف الجنرال المتقاعد خليفه حفتر وايضا من طرف رئيس الحكومه المؤقته في بنغازي، والإشادة بالدور الجزائري في مسار الحل السياسي هو يعتبر كدافع قوي لهذا التحرك. اليوم بالطبع في الواجهة هناك حديث عن دور وإشادة بدور، لكن حتما فيه خلف الأبواب المغلقة والحديث الثنائي بين وزير الخارجيه والمسؤولين الليبيين في الشرق الليبي عن مدى استعداد الطرف الممثل في خليفه حفتر في الاستجابه للنداء الذي تقدم به الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع برلين لاحتضان هذا الحوار الذي يراد منه ان يكون ليبي من أجل التوصل إلى حل سياسي بعيد عن التدخلات الأجنبية، بعيد عن الأجندات الأجنبية، وهذا ما يهم الجزائر ويهم ليبيا. إلى حد الآن في حكومة فايز السراج قد أعلنت عن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، نعم حكومة الوفاق تم أعلنت عن ترحيبها بمبادرة جزائرية وأعلنت قبولها بحضور هذا يعني حضور اللقاء في الجزائر، لكن إلى حد الآن لم نسمع بعد موقف خليفة حفتر من الدعوة الجزائرية. هذا الاجتماع من المفروض أنه يضع النقاط على الحروف، يفتح وربما حتى يفهم الجزائريون المعضلة الليبية أنه الشرعية متناثرة هنا وهناك، هنا حكومة شرعية وهناك برلمان تقريبا هو المعترف به، فأين لك أن تبحث عن الحل؟ إلى أين تذهب؟ في النهاية ينبغي لك أن تذهب إلى كليهما. بالطبع لا يمكن في هذا الفسيفساء التي تعيشها ليبيا وهذا المشهد الليبي المتناقض أنه لا يمكن أن نبحث عن حل بإقصاء طرف آخر. أنه يعني المرحلة المتقدمة أو الإيجابية التي تملكها الجزائر ولا تملكها دول أخرى أنها قريبة أو على مسافة واحدة من طرفي النزاع في ليبيا، ولا يمكن أن نتصور مثلا وزير خارجية تركيا في بنغازي أو وزير خارجية الإمارات في طرابلس، لكن الجزائر يمكن أن يتوجه وزير خارجيتها إلى بنغازي، كما يمكن أن يذهب إلى طرابلس، كما يمكن أن يذهب إلى كما ذهب إلى أبو ظبي والرياض، ويمكن أن يذهب إلى أنقرة، يعني ورقة وحتى باريس، يعني ورقة التي تملكها الجزائر يمكن أن نقول أنها الوحيدة التي تملك ورقة تواصل مع كل أطراف النزاع، وهذا ما يمكن أن يفسح لها المجال. استقبلنا أردوغان، وتقريبا في يوم مغادرة أردوغان جاءنا عبد الله بن زايد. نعم، هذه فيها إشارة كبيرة. بالطبع، لأنه حتى يمكن أن نعود إلى تصريح رئيس تبون وإعلانه عن مبادرة احتضان لقاء الفرقاء الليبيين بالجزائر. لا يمكن يعني في تقديري أنه الرئيس تبون ذهب إلى برلين وأعلن عن هذه المبادرة دون أن يكون قد جس نبض طرفي النزاع، يعني يمكن أن تكون فيه هناك قبول أو لمس قبول عند طرفي النزاع بإمكانية أن يتوجه إلى الجزائر وأن تكون طاولة النقاش والمفاوضات يعني
بدايه الحل السلمي انضاج الحل السلمي في الجزائر. وهذا مع مرور الوقت يتبين انه الجزائر صوت الجزائر مسموع ومقبول عند طرفي النزاع وحتى عند الداعمين الرئيسيين. يوم غد سيكون وزير الخارجية السعودي في الجزائر، وهذا لا يمكن ان نفصل عن مسار السعي او مسار السعي للبحث عن حل سياسي. ايضا ان الجزائر تملك ورقة جيدة انه هي في الوسط، لم تستطف لا مع تركيا ولا مع الامارات، وكل واحد يبحث عن ود الجزائر او يبحث عن استمالة الجزائر الى صفه، وهذه ورقة في صالح الجزائر. يمكن ان تكون بطريقة براغماتية أن تضغط على الطرفين بموقفها الحيادي. لكن خلينا ربما نشوف تطورات العلاقات الجزائرية خصوصا مع جناح بنغازي، مع خليفة حفتر تحديدا. في الشهور الماضية صدرت بعض التصريحات التي قرأت هنا في الجزائر بصورة سلبية، تصريحات من طرف خليفة حفتر أو مقربين منه تحدث عن الجزائر بلغة سلبية. بدأ هذا جبل الجليد يعني يذوب بالتدريج، والآن نشاهد حتى استقبال وزير الخارجية ودعوة للجزائر لحفتر. وأكثر من ذلك أنه الجزائر استقبلت وفد من وفد عن مجموعة حفتر في الجزائر، كان فيها وزير في كان فيها وزير خارجية، كان فيها وزير دفاع، كان يعني في زيرالدا، لأنه هنا الطابع غير رسمي، لأنه الجزائر لا تعترف بهذا المكون. لكن كان في اجتماع في الجزائر، وكان سويعات قبل إعلان وقف إطلاق النار، وبعدها أعلن خليفة حفتر قبوله بالقرار التركي الروسي. نشوف ربما هذه الصور التي والقراءة في الصور مهمة جدا، خصوصا طبيعة الاستقبال، كيف وصل صبري بوقادوم إلى بنغازي، وكيف استقبل ربما بالبروتوكول الكامل، وصل بالطائرة الرئاسية، طائرة رئيس الجمهورية هنا في الجزائر، ووصل إلى هناك التقى بوزير الخارجية. طبعا هو وزير خارجية الحكومة المؤقتة، وهذه الحكومة نذكر أنه ليست معترف بها دوليا، بل المعترف بها هي حكومة فايز السراج في طرابلس. ثم بعد ذلك التقى بالمشير خليفة حفتر وتبادل معه وجهات النظر، وكما شاهدنا في تصريحات الوزيرين، طبعا نحن نقول وزيرين بتحفظ طبعا، لأن الوزير الحكومة المؤقتة غير معترف به دوليا، نسمي الأمور بمسمياتها، لكنه يبقى طرف من الحل، تبقى قوة في الأرض، سميه ما شئت، قل عنه ما شئت، لكنه يبقى قوة في الحل. وهذا المنطلق الذي أو المقاربة التي دافعت عنها الجزائر هو اللا إقصاء، لأن الإشكال في ليبيا اليوم هو محاولة طرف إقصاء الآخر. لكن ماذا لو قرأت مثلا حكومة طرابلس أن هذا رسالة لها، أنه هي تقول أن هذه الحكومة غير شرعية وأنها هي الحكومة الشرعية، مثل ما حصل شاهدنا لما تحدثت بعض الأخبار أو إشاعات غير صحيحة أنه فيه وزير، هذا وزير الخارجية حكومة الحكومة المؤقتة أنه يحضر، شاهدنا أصواتا على الأقل إعلامية في طرف طرابلس تتحدث بسلبية وتقول أنه ليس هذا ما نأمله من الجزائر، وحتى مقاطعة اجتماع دول الجوار وعدم حضور ممثل عن حكومة طرابلس. لكن لا يمكن البحث عن حل بإقصاء طرف أي كان. الجزائر تعترف بحكومة الوفاق كحكومة شرعية تمثل الشعب الليبي، غير ذلك لا يمكن أن تحمل الجزائر فوق طاقتها. أن الجزائر اليوم تبحث عن حل سياسي ليبي، ولأنه ما يهم الجزائر هو أن تبقى ليبيا موحدة، هو أن يعود الأمن والاستقرار إلى ليبيا، غير ذلك لا يهم الجزائر. الجزائر لا ليس لديها مطامع، تبقى هي قوة في الميدان، الشرعية ما الشرعية تبقى هي قوة موجودة في الميدان. طبعا لا يمكن، لأنه لا يمكن إقصاء طرف وعلى حساب طرف. حتى في برلين كان السراج وحفتر، البحث عن حل يبنى عن بالطرفين، فيه قوة على الأرض في بنغازي تحاصر اليوم طرابلس، وفيه قوة في طرابلس تمثل الشرعية والمعترف بها دوليا. إذا أردنا البحث عن حل في ليبيا يجب الاستماع للطرفين، ويجب إقناع الطرفين بالجلوس على طاولة الحوار.
طبعا شاهدنا في بداية تصريح الوزير الجزائري بقادوم صبري بقادوم تحدث وحيى المشايخ القبليين، هذه ربما نقطة أخرى وخطوة أخرى وورقة أخرى، ما سهل الجزائر أن تقوم في هذا السياق؟ لا يمكن، يعني يقول لك لا يمكن أن تحل الأزمة الليبية أو خارطة الأزمة في ليبيا من دون النظر إلى خارطة القبائل. هي العنصر القبلي عنصر أساسي بالطبع. هي عنصر القبيلة في ليبيا مهم جدا، أو هو التفصيل الرئيس في المشهد الليبي، لأنه معروف أنه القبائل الليبية هي ذات حظوة وذات صوت مسموع وصاحبة قرار في ليبيا. لكن الإشكال اليوم في ليبيا أنه هذه المعركة أو هذه الحرب هي ليست حرب ليبية، لهذا لا نسمع أصوات الليبيين، نسمع أصوات خارج جغرافية ليبيا، نسمع مواقف في أبوظبي، نسمع مواقف في القاهرة، نسمع مواقف في باريس، نسمع مواقف في أنقرة، لكن لا نسمع أصوات الليبيين. هذا هو الإشكال اليوم. في من أجل تفعيل الحل يمكن، ومن أجل تفعيل الحل وحل ليبي يجب العودة إلى 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 قبائل، والجزائر تملك علاقات قوية جدا مع القبائل في كل ليبيا، خاصة في الجنوب، وأيضا مع الطوارق. نعم. هذه ورقة مهمة بالنسبة للجزائر لاستغلالها في تقريب وجهات النظر. لو فيه توافق بين القبائل الليبية، لأنه فيه قبائل تدعم طرابلس، وفي قبائل تدعم بنغازي، لو هذا التقارب بين القبائل وتوحيد الرؤى من اجل الذهاب الى حل سياسي، هنا يمكن ان نخطو خطوه ايجابيه ومتقدمه في هذا المسار، خصوصا ربما ان الوزير بقادوم اراد ان يغازل هذا الحس لما قال لهم رايت هذا اللباس هو لباس جزائري، قالوا لا انت في شرق ليبيا، يعني ابعد نقطه عن الجزائر، قالوا بالتالي نحن نشترك في اللباس ونشترك في المصير ونشترك في الاستقرار. بالطبع في الاستقرار اهم شيء انه هذا الاستقرار هو الذي يجعل هذه المنطقه يكون لها مستقبل واحد. انهيار ليبيا اليوم، انهيار ليبيا هو ينعكس على كل المنطقة، ولا يمكن أن نتصور أي مستقبل لهذه المنطقة في انهيار دولة تمثل هذا الفضاء المغاربي. ليبيا دولة استراتيجية ومهمة جدا في المنطقة، يعني هي انتقال ما بين المغرب العربي والمشرق العربي امتدادا مع مصر، هي خزان طاقة كبير يمكن أن يكون ورقة في بناء الاندماج المغاربي وتحقيق أمال الشعوب. لا يمكن أنه رسائل بقادوم في بنغازي كانت مهمة جدا، لأنه قال أنه هو لا يحس أنه في ليبيا، هو قال أنه وكأنه في الجزائر، يعني لا فرق بيننا ومصلحتكم هي مصلحتنا ومصلحتنا استقرار ليبيا واستقرار الجزائر. بالطبع وهذا هو الدافع نحو هذا التحرك الجزائري. وقال جملة ربما مفتاحية من أستاذ رضا شنوف، نأتيكم بقلب مفتوح لكم جميع الليبيين، جميع الليبيين. والليبيين فقط، يعني نريد جمعكم ونريد تحييدكم عن هذا الخارج الذي يحاول أنه يتدخل. بالطبع لأنه المعضلة اليوم في المعضلة الليبية في ارتهان القرار الليبي إلى للخارج، أنه نسمع تصريحات في القاهرة أو في أبوظبي أو في أنقرة وكأن ليبيا ملكهم، وكأن لا يوجد شعب فوق هذا وهذه هي النقطة ربما سوف نناقشها أستاذ بعد الفاصل القصير. ماذا عساها دبلوماسية الجزائر أن تقوم به لحل حالة القضية الليبية أمام تحمس الكثير من الأطراف للعسكرة؟ شاهدنا الكل ينفي يعني بالتصريح، لكن الفيديو موجود. الإمارات يعني فضحوها السودانيين، أنقرة فضحوها الفيديوهات. اليوم تقرير غوتيريس الأمين العام الأممي يتحدث بالأسماء الدول التي خرقت تعهدات اجتماع برلين. سوف نرى من يجتمع ويعاهد ثم بعد ذلك يخرق، وماذا عساها أن تقوم الجزائر؟ فاصل قصير مشاهدينا ثم نواصل.
عدنا إليكم مجدداً مشاهدينا الكرام، البلاد اليوم مستمرة معكم. طبعاً موضوعنا اليوم هو حول زيارة وزير الخارجية صبري بوقادوم إلى بنغازي في ليبيا ولقائه بالمشير خليفة حفتر. تم تبادل وجهات النظر الجزائرية ووجهة نظر خليفة حفتر وما يمثله في ليبيا حول حل الأزمة الليبية. طبعاً كما قدم بوقادوم دعوة إلى المشير حفتر لزيارة الجزائر. طبعاً كما نتحدث أيضاً حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الجزائر ووصفه للدور بالدور المتوازن والإيجابي لحل مختلف الأزمات. طبعا جاء هذا التصريح عقب تلقيه أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد في موسكو. طبعا ضيفي اليوم في هذه الحلقة الأستاذ رضا شنوف رئيس القسم الدولي بجريدة الخبر. أهلا بك أستاذ مرة أخرى. أستاذ شنوف، كنا نتحدث حول الدور الجزائري والنية الجزائرية ووضع الجزائر طبعا الذي دائما يبحث عن الحدود السلمية. طبعا تصريحات الوزير بوقادوم بأن استقرار ليبيا واستقرار الجزائر هو يعنيه بطبيعة الحال، وهذا أمر لا نقاش فيه، لكن تبقى هذه التصريحات أمام استحقاق أنه في أدوار كثيرة، أنه في تدخلات كثيرة، كل طرف يحاول أن يتمترس خلف طرف في الداخل الليبي ويريد أن يستعمله، دعم دبلوماسي، دعم مالي، وحتى دعم عسكري شاهدناه مؤخرا. إلى أي مدى ستصمد نية الجزائر للحل السلمي في ليبيا وسط هذه الدعوات؟ لا حل ولا خيار للجزائر غير دعم هذا المسار السياسي. الإشكال اليوم القائم في ليبيا أنه فيه طرفي نزاع يمتثلان لإرادات أجنبية خارجية، سواء في بنغازي أو في طرابلس، وهذه الأطراف لا تملك النية ولا الإرادة من أجل حل سياسي في ليبيا رغم الالتزامات التي قطعوها في مؤتمر برلين. اليوم يطلع وزير الأمين العام الأممي غوتيرس ويتحدث عن فضيحة وعن مأساة حقيقية بخصوص عدم التزام الأطراف التي حضرت في مؤتمر برلين. يعني اجتمعتم وتعانقتم وتصافحتم وبحثتم، بعد ذلك كل واحد يبحث عن مصالحه. الإشكال أنهم قطعوا وعود بعدم الدعم العسكري لطرفي النزاع، وقف إمداد السلاح لطرفي النزاع، لكن في المقابل اليوم يتحدث التقرير الأممي عن تواصل إمداد السلاح من هذه الأطراف. اليوم تحدث عن وسمى الأطراف التي تخرق الالتزامات برلين، تحدث عن إمارات ومصر وتحدث عن تركيا، إمارات ومصر، أنه فيه حتى إحصائيات أنه حجم الأسلحة التي دخلت إلى بنغازي من عند الإمارات ومصر أكثر خلال ما بعد مؤتمر برلين. ولأثر أكثر هذا النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أسامة بوشماخ وهو أستاذ العلاقات العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أستاذ بوشماخ مساء الخير. مساء الأنوار، تحية إليك وإلى كل مشاهدي قناة البلاد وإلى ضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ. إذن وزير الخارجية صبري بوقادوم في بنغازي يلتقي بالمشير خليفة حفتر ويدعو طبعا بوقادوم يدعو حفتر لزيارة الجزائر لدعم الحل السلمي للأزمة الليبية. ماذا يعني هذا في سياق جهود الجزائر للحل السلمي لهذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، زيارة اليوم وزير الخارجية الجزائري بوقادوم إلى ليبيا ولقائه مع حفتر، هذا يعد مؤشرا قويا على ضوء الحل السياسي للأزمة الليبية. نعم، الجزائر الآن بعد تلك الزيارات التي قام بها الوفود قبل الإمارات وتركيا وكثير من الدول التي هي تعتبر الآن هي فاعلة بالنسبة للملف الليبي، هي التي حركت الدبلوماسية الجزائرية، والآن هي توجت هذه الزيارة باللقاء مع المشير خليفة حفتر. أعتقد أن هذا يصب كله في حالة الأزمة الليبية عن طريق الحل السياسي، وليس يكون هناك حل عسكري. مع المفارقة المهمة، هناك الكثير من التقارير التي تصب في أن الكثير من الأطراف رغم أن مخرجات مؤتمر برلين تحدثت على عدم ضرورة أو على
عدم دعم الأطراف الليبية المتصارعة بالأسلحة، ولكن هذه التقارير أثبتت أن هناك بعض من الدول التي ما زالت الآن تعمل على تغذية هذه الصراعات أو تغذية هذه الأطراف بالأسلحة. وعليه أعتقد أن الجزائر بهذه المقاربة نتيجة لهذه التقارير تحركت لم يشم هذه أو خليفة حفتر وزيارة خليفة حفتر والسراج سابقا، أعتقد أن هذا يتبنى في ضغط الحل العسكري الحل السياسي وعدم تزكية الصراع الذي يتغذى. لكن هناك قضية أستاذ بوشماخ، أنه لما تتوجه الجزائر إلى أي طرف من طرفي الأزمة في الليبية، مثلا لو زار هذا المسؤول طرابلس، بنغازي تتذمر وتنتقد وتتحفظ، ولو والآن لما يزور بنغازي العكس صحيح. كيف يمكن أن نخرج من هذه المعادلة الصفرية؟ أحدهم يتهم ذاك ويقول أنا هو الشرعي وأنا الذي ينبغي أن تتعاملوا معي، وأن أي خطوة تقرأ على أنها دعم لهذا الطرف. كيف يمكن للجزائر أن تبين فعليا بأنها على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا، وأنها حل يعني حيادها هو حياد جدي ليس فقط شعار؟ نعم، شكرا على السؤال، هو حقيقة سؤال مهم جدا. فلو نشوف الجزائر دائما في مسارها في الأزمة الليبية، أن منذ بداية الأزمة الليبية دائما كانت تقف عن طرف الحياد، يعني دائما كانت تعمل على الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف. في البداية كانت هناك زيارة للسراج، ثم تم دعوة حفتر، ولكن حفتر هو يعني فيه جهة من مسألة وحضت إلى الجزائر، وحاليا الجزائر تذهب لزيارة حفتر. أعتقد أن الجزائر في منذ البداية كانت تتحدث على الوقوف مع جميع وضرورة إشراك الجميع بمن فيهم الحكومة السراج ومشير حفتر، وحتى مع النظام السابق، حتى النظام السابق لابد من الاستماع عليه، وكانت تتحدث على ضرورة إشراك سيف الدين قذافي. أعتقد أن الكل معني في حل حالة الأزمة الليبية، لا يمكن ولا نستطيع إقصاء أي طرف لحل الأزمة. الأزمة حاليا ما يهم الجزائر حاليا هو إيجاد صيغة مشتركة لنمي شمل هذه الأطراف في كلها، وعدم الوقوف على الجبهة واحد. وهذا ما يعطي للجزائر ذلك الامتياز منذ بداية الأزمة، أنها وقفت مع الجميع. ونحن نتحدث معك أستاذ بوشماخ، ونحن نتحدث معك، وردنا خبر عاجل بخصوص طبعا الدبلوماسية الجزائرية والدور الدبلوماسي الجزائري. طبعا الجامعة العربية تعلن أن الجزائر عرضت استضافة الدورة 32 للقمة العربية، وأن الأمين العام لجامعة الدول العربية المصري أحمد أبو الغيط تلقى دعوة رسمية من الجزائر من أجل وضع ترتيبات عقد هذه القمة العربية. ماذا يعني هذا تعليقا حول هذا الخبر أستاذ؟ نعم، من الآن هذه السياسة الخارجية الجزائرية، يعني بعدم وقوفها وعدم ميول، دائما كانت تميل إلى قضايا الأمة العربية، هذه النقطة المهمة. النقطة الثانية وأنها دائما كانت تعمل ضد المشاريع التي تحاك ضد الدول. النقطة الثالثة كانت تقف مع الجميع على مسافة واحدة مع الأطراف المتنازعة. هذا ما استطاع أن يمكن السياسة الخارجية الجزائرية أن تحظى بهذا الإجماع. نقطة أخرى مهمة جدا، هذا الظرف الطويل التي عشناه مدة طويلة جدا، عدم حضورنا حتى على مستوى الاجتماعات القمة العربية، حتى على مستوى الرسمي لم نستطع كنا نحضر عن طريق وزير أول وليس عن طريق الرئيس. أعتقد الآن بوجود رئيس الآن نستطيع إعادة إحياء القضايا الأمة. والآن الجزائر في ظل الصراع المتواجد عدم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ككل، شفنا أن الآن أصبحت الدول تطبع مع إسرائيل حاليا في أوغندا وفي كثير من الدول، وشفنا أن القضايا قضية صفقة القرن كيف تحركت بعض الدول، لكن الجزائر بقيت تسير على منهج واحد. هذا ما مكنها من أن تحظى بهذا الإجماع العربي. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ أسامة بوشماخ، أستاذ علوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ رضا شنوف. طبعا قضية عقد القمة العربية أو عرض الجزائر أن تعقد القمة العربية 32 على أرضها، ماذا يعني هذا؟ وكأن هذه القمة العربية أصبحت مشكلة عويصة، من أين تنتقل إلى أين تنتقل الدول العربية، خصوصا في قضية حتى الترتيبات البروتوكولية، أن دول عربية ليست على اتفاق مع دولة عربية أخرى تكون عندها هي رئاسة القمة وينبغي لها أن تسلمها، وبالتالي يكون هناك خلاف بروتوكولي. الجزائر ربما هل عرضت
يعني عقد القمة حتى تلغي هذا الإحراج؟ أظن أنه من الطرفين، لأنه تبقى الجزائر حتى في 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 خريطة الوطن العربي هي تقريبا هي الوحيدة التي لا تملك حساسيات ولا تصطف بين ما بين المعسكرين. انه هذا الاجماع ان تكون الجزائر هي تحتضن الدوره القادمه لقمه الجامعه العربيه هو ايجابي بالنسبه للجزائر، وان كنت انا شخصيا انه هذه الجامعه العربيه لم يبقى لها اي دور في 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 في, في الوطن العربي او في الدفاع عن مسائل الوطن العربي او في حتى حل النزاعات العربيه العربيه اليوم. الاجتماع بخصوص الحل في ليبيا، وقف لا حتى وقف إطلاق النار كان حتى خارج الأمم المتحدة، كان ما بين روسيا وتركيا. يعني المشكل في اليمن، المشكل في سوريا، المشكل في كل الدول العربية، لم يعد لي الجامعة العربية أي معنى. والأخطر من ذلك أنها أصبحت تستعمل من طرف الدول القوية في الجامعة العربية لمصالحها. شاهدنا كيف أنه بعد قرار أردوغان بإرسال مرتزقة إلى تركيا، الجامعة العربية تحركت ونددت ولكن الجامعة العربية أخذت كل الوقت لتنظر في صفقة القرن. وحتى الاجتماع صفقة القرن وموقف كان موقف، والدول العربية أخرى كان لها موقف آخر. يعني ودول تظهر في تصريحات ما تخفيه في تصريحات أخرى. أي دور الجامعة العربية؟ هناك أزمة ليبيا، أين هي الجامعة العربية؟ أين هي الجامعة العربية؟ ماذا فعلت الجامعة العربية للدول العربية والدول التي تعيش أزمات؟ ماذا فعلت الدول الجامعة العربية في الأزمة اليمنية؟ لا نتحدث عن الأزمة السياسية فقط، في الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن، ماذا فعلت في العراق، ماذا فعلت في لبنان، ماذا فعلت وماذا فعلت، أين هي الجامعة العربية حتى نعطيها كل هذه المساحات من النقاش؟ أنا اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا حول صفقة القرن، كان هنالك ربما إشادة لأنها عقدت فقط تلك الجلسة، أصبح عقد الجلسات حول القضايا وقضايانا يعني تذهب وحقوقنا تنتهك هو إنجاز لدى العرب. لا، الإشكال في 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 اجتماع في اجتماع بخصوص صفقة القرن، من المفروض لا يتم الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية وإنما على مستوى الرؤساء، لأن هذه قضية مركزية وتعني كل الدول العربية، ويجب أن يتم التعامل معها في على مستوى عالي، وليس فقط على مستوى وزراء الخارجية. وهذا يكشف مرة أخرى هذا الدور المنحصر، هذا التحجيم للدول للجامعة العربية التي أصبحت أسيرة لمكان مقر، والدول التي يمكن أن نتحدث أنها قوية ماليا في 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 نعم. نعم، هناك إشادة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أن دور الجزائر دور متوازن في حل القضايا، ودعا بوتين دعا تبون لزيارة موسكو. لا يمكن أن نغفل العلاقات القوية بين الجزائر وروسيا، وأيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. اليوم إلى جانب الرئيس الروسي فيه السفير الروسي في الجزائر، وتحدث عن الدور الجزائري في الأزمة الليبية وأشاد به، وأيضا أعرب عن أمنيته في أن تنجح الجزائر في جمع الفرقاء الليبيين في الجزائر، وتحدث عن إخفاقات دول كبرى في هذا. ماذا يعني ربما اللقاء ربما تبون مع بوتين، وخصوصا أنه يأتي بعد أسابيع فقط، لا ندري متى ستكون هذه الزيارة، لكنها ستكون في وقت قريب نوعا ما من لقاء تبون مع أردوغان، يعني الطرفين الأساسيين في وقف إطلاق النار في ليبيا. بالطبع نعرف علاقات موسكو مع حفتر، ونعرف علاقات أنقرة مع السراج، وعلاقات أنقرة مع موسكو، لأنه لا يمكن نتحدث عن الملف الليبي وإغفال العلاقات التركية الروسية في سوريا وحتى في ليبيا. ويمكن الحديث أيضا عن الحرب الطاقوية في المنطقة،
وكيف أنه فيه اتفاق لمد أنابيب تصدير الغاز عن طريق تركيا أو تركيش ستريم بين روسيا وتركيا، يعني ونعرف مدى حجم التنسيق التركي الروسي. هذه زيارة يمكن لا نوسع دائرة التأثير أو الحديث عن دور جزائري أكبر مما هو واقعي، لكن أنه فيه نهضة فيه استفاقة، لا لكن أنه تلقى دعم من طرف اللاعبين الأقوياء في الملف هذا يمكن أن تستثمر فيه الجزائر بصورة إيجابية، لأنه إذا تحصلت على دعم روسي ودعم تركي وأيضا دعم إماراتي في الملف الليبي يمكن للجزائر أن يكون لها دور. قادم وزير الخارجية السعودي أيضاً إلى الجزائر بالطبع، لأنه أجندة سوف تكون ليبيا من بين النقاط والملفات المهمة. هي زيارة متعلقة بالملف الليبي، لأنه يمكن أن نعود إلى ما قبل تاريخ 4 أفريل الذي شن فيه خليفة حفتر عملته العسكري على طرابلس، أنه كان فيه قبل في 27 فيفري كان فيه اجتماع في أبو ظبي، وقبله كان بين السراج وحفتر، وقبله كان الملك السعودي كان استقبل خليفة حفتر استقبال الرؤساء. والموقف الإماراتي والمصري هو الذي دفع حفتر للانقلاب على الحل السياسي والذهاب إلى عسكرة الحل بإقصاء من أجل السيطرة على طرابلس وإقصاء الطرف الآخر، وهذا الذي اليوم الجزائر تسعى إلى أن يكون الحل ليبي يشمل كل الليبيين ويشارك فيه كل الليبيين، وأن تكون الممثل الحكومات أو الحكومة الليبية المستقبلية تشمل تعكس كل أطياف المجتمع الليبي. نعم، ربما يقول لك البعض إذا كان مثلا زخم كبير حول القضية الليبية مثل مؤتمر برلين، ونجد أنه ما زال الآن حتى الآن هناك هشاشة كبيرة في ما مخرجات هذا المؤتمر وفي تنفيذه على أرض الواقع، ماذا عسها الجزائر أن تعمل؟ يعني إذا كان بهذا الشكل أمم المتحدة القوى الكبرى واهتمام عالمي، إذا هذا ولم ينجح حتى اللحظة بالطبع ماذا تستطيع الجزائر؟ هي بقدر يعني لا ننظر دائما إلى الجانب الفارغ في الكأس، لأنه فيه زخم، فيه حركية، فيه اجتماع، وأنا أجد أنه اختراق اجتماع في جنيف 5+5 لممثلي العسكريين، ممثلي لطرفي النزاع، ممثلي حفتر وحكومة السراج، هذا يمكن أن نبني عليه، يعني في إمكانية لجلوس المتناقضين في على طاولة حوار، مثل ما جلس العسكريون في جنيف، يمكن أن يجتمع السياسيون في منطقة في الجزائر أو في أي بلد آخر، ونتمنى أن يكون في الجزائر حتى يكون الحوار والنتائج تهم وتخص الليبيين فقط لا تخص أجندة الخارجية. الإشكال اليوم نعم فيه لا توجد نوايا صادقة للحل في ليبيا، وهذا ما تترجمه الأفعال على الأرض، يعني إلى حد الآن تتواصل خروقات الهدنة والهجمات متواصلة، والأمر والأخطر من ذلك أنه إلى حد الآن توريد السلاح لا زال متواصلا رغم تعهدات مؤتمر برلين. فيه إحصائيات تتحدث عن أنه حجم الأسلحة التي دخلت إلى ليبيا بعد اتفاق برلين أكثر من الأسلحة التي دخلت ما بين شهر أفريل حتى اليوم، يعني فيه لا توجد هناك صدق نوايا. وأيضا أنه نحن لا يمكن أن نتصور التوصل إلى حل سياسي في ليبيا يعني بسهولة كبيرة، لأنه لا ننسى أنه طرفي النزاع استثمرت أموال طائلة، فيه
فيه اطراف في 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 نفي، خصوصا انه رسميا كل طرف يعني كل معسكر يتهم المعسكر الاخر بانه هو من يسلح، هو من يلجا الى الحل الميليشيوي لحسم الامور في ليبيا، لكن الصور ربما هي من تنفي كل ذلك. شاهدنا الطرف الاماراتي ينفي، شاهدنا انه فيه حتى سودانيين تم الزج بهم الى في الازمه الليبيه، شاهدنا الاتراك نفوا امس في تصريحات تلفزيونيه انهم نهائيا لم يرسلوا، لكن الصور تؤكد انهم جابوا ناس من سوريا وادخلوهم الى ليبيا. النفي الكلام، الكلام شيء والواقع شيء اخر، لانه فرنسا نفت ايضا انها غير متورطه في النزاع في ليبيا، ولكن عند استرجاع مدينه غريان من طرف قوات او جيش طرابلس عثروا على صواريخ جافلين فرنسية، أيضا عثروا على أسلحة إماراتية. اليوم طرابلس هي أكبر مسرح للطائرات بدون طيار في في في, في السماء، يعني أكبر حرب للطائرات المسيرة في العالم. هذه الطائرات تتبع لمن؟ هي طائرات إماراتية وطائرات تركية. القتلى في 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 سيرت، حتى سيرت الدخول، سيرت دخلوها المرتزقه التشاديين والسودانيين، لم يدخلها جيش حفتر. نعم، ينضم الينا الان عبر الهاتف الاستاذ محمد عمرون، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. طبعا زخم دبلوماسي جزائري بوقادوم في بنغازي ويلتقي بالمشير خليفه حفتر ويوجه له دعوه لزياره الجزائر. فلاديمير بوتين يعتمد سفير الجزائر الجديد في موسكو ويدعو الرئيس تبون لزيارة بلاده قريبا. كيف يمكن أن نقرأ في هذه الحركية الدبلوماسية؟ يعني هي كانت فيها يعني نفس المستوى منذ أسابيع، لكن هذه المرة موجة جديدة من هذا الحراك الدبلوماسي، كيف تقرأ هذا أستاذ؟ أعتقد بأنه الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية أو اليوم وزير الخارجية الجزائري إلى بنغازي تأتي في إطار استكمال دور الجزائري الذي تريد أن تلعبه والذي برز تقريبا منذ مؤتمر برلين. اليوم الجزائر أعتقد بهذه الزيارة تؤكد بأنها أحد البلدان القادرة على تحقيق الوساطة بين طرفي النزاع. يجب أن نؤكد بأن الجزائر قد تكون البلد الوحيد الذي استطاع أن يجمع كل المتناقضات فيه، بحيث أنه زارنا كل الأطراف المتناقضة سواء المحلية أو الإقليمية، وهذا مهم. النقطة الثانية أن الجزائر منذ مؤتمر برلين شاركت في كل المبادرات التي تحاول أن تحلحل الأزمة الليبية، نذكر سواء مؤتمر برلين أو دول الجوار الليبي الذي اجتمع في الجزائر، ثم بعد ذلك المبادرة التونسية الجزائرية، وقبل ذلك اجتماع دول العشرة في برازافيل للاتحاد الإفريقي. وبالتالي الجزائر اليوم من خلال هذه الزيارة أعتقد بأنها أحدثت ما أستطيع أن أسميه بالاختراق الدبلوماسي في الأزمة. الكثير كان يعول أن الجزائر أحد المحددات أو حدود دورها قد تعرقله العلاقة السيئة أو التي كانت تبدو باردة مع بنغازي. اليوم هذه الزيارة تؤكد أن الجزائر استطاعت أن أولا تصبح وسيطا موثوقا وذو مصداقية كدولة جارة، ولكن أيضا كدولة لها سوابق في الوساطات الدولية، وبالتالي لا يمكن إلا أن نثمن. لكن هذا السؤال يمكن أن يطرح أستاذ، يمكن أن نطرح سؤال يعني من هذه الفكرة. طبعا أكدت أنه لا توجد الآن برودة بين الجزائر وبنغازي، ما الذي يضمن أن لا تتحول هذه الخطوة إلى برودة بين الجزائر وطرابلس؟ هو يجب أن نعترف، أنا كما قلت بأنه كانت هناك بعض التصريحات سواء من لواء حفتر أو المشير حفتر أو كثير من مساعديه حول الجزائر، ما جعل العلاقة تبتعد ما بين بنغازي وما بين الجزائر. اليوم هناك محاولة لإعادة أدوار جديدة للجزائر في هذا الملف، ويبدو أنه حتى المشير حفتر والجيش الوطني الليبي متأكد بأنه لا حل يمكن أن يحدث في ليبيا من دون مشاركة فعالة للجزائر. الآن هناك إثبات حسنية، يبقى المبادرة الجزائرية التي تحدث عنها رئيسي الدولتين سواء الجزائري أو التونسي هي التي ستعطينا صورة أوضح حول التوجه الجزائري أو حول المقاربة الجزائرية لحل الأزمة الليبية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد عمرون، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على هذه المكالمة. أستاذ رضا شنوف، كسؤال ختامي،
حركية دبلوماسية كبيرة للجزائر. هل نحن نلعب دورنا واسترجعناه أم أنه ربما ما زال شوية لأنه نمنا كثيرا ولم نستيقظ إلا في وقت متأخر؟ هل نستطيع نستدرك ما فاتنا؟ مشي مازال شوية. يعني اليوم نتحدث عن استرجاع دور، يمكن أن نتحدث عن استرجاع دور في دور جزائري في 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 المنطقة. لا يمكن الحديث عن هذا الدور من خلال تحركات في الملف الليبي، أيضا من خلال الوديعة التي منحتها الجزائر لتونس، أيضا الجزائر كجلب رعايا دول الأشقاء من الصين. يعني هذه أدوار تقوم بها دول محورية في 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 مناطقها أو في مجالاتها الأمنها القومي. هذا الدور أصبحت تطالع به الجزائر اليوم. يمكن أن هذا الملف الليبي يكون مفتاح لعودة للجزائر لتلعب بدورها المنوط بها في المنطقة كأكبر بلد في شمال إفريقيا، والبلد المحوري الذي يمكن أن يكون كعامل استقرار لكل المنطقة. ونأمل أن يكون يتعدى هذا الدور إلى منطقة الساحل التي نغفل عنها كثيرا، لأنه فيه تجمع أن تستدير إلى الجزائر مجددا. بالطبع، لأنه فيه مثلث الحدود بين مالي وبين مالي النيجر وبوركينا فاسو، فيه قوة لجماعات الإرهابية في تكبر مع الوقت، وشاهدنا حجم العمليات النوعية التي وقعتها في مالي وفي النيجر وفي بوركينا فاسو، وهي تتفاعل أو هي كنتيجة للوضع الانهيار الأمني في ليبيا، لأنه هذه الجماعات تستعمل الأسلحة القادمة من ليبيا. اليوم الجزائر أمامها تحديات كبيرة، وهذه العودة هي في صالح الجزائر وفي تأمين مجال أمنها القومي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضا الشنوف، رئيس القسم الدولي بجريدة الخبر. شكرا، كنت ضيفنا في حلقة اليوم، وهذه التحليلات حول الجزائر ودور الجزائر والأزمة الليبية وجهودها لحلها سلميا. أشكركم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.